السيد ولي الولاية، السيدات والسادة الحضور الأفاضل، كل باسمه وصفته ومقامه. لقد كرس دستور 2020 القضاء كسلطة مستقلة، واعترف صراحة بمبدأ الفصل بين السلطات بعد أن كان مكرسا اجتهادا من خلال اجتهاد المجلس الدستوري منذ 1989، كما كرس مبادئ دولة القانون بمفهومها الشكلي والجوهري، وفي الوقت نفسه مفهوم حماية النظام العام والمصلحة العامة كأهداف ذات قيمة دستورية. وبدأ العمل في تكريس هذه المبادئ من خلال تكييف النصوص القانونية مع المقتضيات والأحكام التي جاء بها دستور 2020، إذ شهدت المنظومة القانونية هذه السنة حركة كبيرة، وتجلى ذلك من خلال التكريس القانوني والإداري لاستقلالية المجلس الأعلى للقضاء ليتسنى له أداء مهامه الدستورية المتعلقة بتسيير المسار المهني للقضاة وتكييف تنظيم الإدارة المركزية لوزارة العدل بما ينسجم مع هذه الاستقلالية. إن القاضي هو عون اجتماعي بالمفهوم السوسيولوجي للعبارة، له وضع ووظيفة كرسهما دستور الجمهورية. يتمثل هذا الوضع في كونه سلطة مستقلة، ويتمثل الدور في حماية النظام الاجتماعي من خلال تعزيز الضبط الاجتماعي وحل المنازعات وضمان الاستقرار والسلم الاجتماعيين وتكريس مبادئ دولة القانون. إنه بالرجوع إلى واقعنا المعيش يلاحظ تفشي ظواهر إجرامية مست